ترقب، تخوف، توقع وطموح في نفس الوقت، لحظات بميزان ساعات، يوم حاسم سيرسم المستقبل لكل واحد من هؤلاء. امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، لحظات قبل انطلاقها، التلاميذ على استعداد لامتحان يعتبر مفتاح باب الجامعة. من بداية العام وانا نقرأ بدلت يعني المجهود كاع اللي عندي، كاع العام وانا نقرأ، ان شاء الله الموضوع يكون في متناول الجميع وخلاص. ستراس، الخوف بيان سور، مي في اخر ان شاء الله ملي فيزينا، مي كامام جو هذاك ستراس يقعد يقعد بلوتو. الاستعدادات يعني تكون من بداية العام ماشي حتى اللحظات الأخيرة، باش الدروس ما يكونوش متراكمين، وهذا ما كان لازم الواحد يكون محضر نفسيا اكثر من جسديا، باسكو ما مشغول تتخاس ولا حيأثر عليك. الأولياء على خطى أبنائهم أمام مراكز الامتحان، نفس الملامح امتزجت بين الارتباك والتخوف، لكنهم كلهم تفاؤل بأن النهاية ستكون سعيدة. راني مقلقة ما نرضيش على ربي، لا غالب. ليك من بعد هنا هكا ان شاء الله هو واجد درنا له داليكو البحث درجة شويه. احنا ولادنا كما يقولوا تعبوا وسهروا ونحينا دراهم كما يقولوا في الميزانيه، ودرنا لهم في الدروس الخصوصيه، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق. وحاجه واحده انا يعني حاب ناكد عليها، وهو ان شاء الله المواضيع تكون في متناول الجميع. بعد الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي والمتوسط، جاء الدور اليوم على الأقسام النهائية التي سيجتاز من خلالها أزيد من 731 ألف مترشح هذه الامتحانات، في ظل تطبيق صارم للبروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا.